أنا هناك مرور للكابتن محمد حمدون مدير فريق شباب أهلي دبي، تبادلنا حديث قصير جدا حول الجاهزية الفنية والمعنوية بالنسبة لفريق شباب أهلي دبي، جاهزية كبيرة بالنسبة للناديين، الناديين اللذين يطمحان للقب جديد. فريق العين هذا النادي الذي سبق وأن توج باللقب الأول لمسابقة كأس الخليج العربي على نفس الملعب موسم 2008-2009، في وقت فريق شباب أهلي دبي الذي سبق وأن توج باللقب في 5 مناسبات. هناك نقطة مهمة جدا بالنسبة لفريق شباب أهلي دبي بخصوص ألقاب كأس الخليج. شباب الأهلي لم يحقق اللقب، يحققه على موسمين متتاليين، سبق وأن حقق ذلك في مرتين وبعدها بمرتين، والعام الماضي هو حامل اللقب. وبالتالي السؤال، هل سيتمكن اليوم من تحقيق اللقب للمرة السادسة والثالثة تواليا بالنسبة لهذا النادي، أم أن العين سيكتب له مجدا جديدا في هذا الملعب وتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه؟ أعود لك مجددا زميلي محمد رمضان في انتظار مجموعة من اللقاءات كذلك.